الفرصة لساسولو، هنا كورة وهدف أول في المباراة. كوزينسا يفتتح اللقاء عن طريق بيرامي. بيرامي يسلم كرة، بيرامي خطيرة، بيرامي أوهوهو. جول 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 جول، هدف التعادل. يأتي هدف ثاني في المباراة. بينامونتي يسجل، نعم يسجل، يسجل ساسولو، يقلب الطاولة على فريق نادي كوزينسا على تنفيذ الخطأ. هنا الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، نعم سجلوا ومددوا الوقت، سجلوا هدف براسية جميلة حلوة والعرضية خطيرة إلى التونان، ما زالت أمام المرمى، فرصة جول، الله خطيرة، جول 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 جول، النرويجي يسجل هدف. ما زالت الكرة مع ديفرين إلى تونان، خطيرة، جول جول جول، يسجل ميلا توري يسجل الهدف الثالث. تبادل الكرات مع زميله، محاولة لمصلحة ساسولو، عرضية خطيرة بالرأس 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 بالرأس، مولا تيري يسجل الهدف الخامس وثاني أهدافه الشخصية.